السلام عليكم. طبعا احنا هنا الفيوم، طبعا منظر السماء والشمس، منظر الغروب، منظر في غاية في الجمال. سبحان الله، بجد سبحان الله. طبعا الواقف بعيد على الجبل التاني دوت استاذ ايهاب الدسوقي، ملناش دعوة، هو طبعا بيصور بعمل بس مباشر من هناك. طبعا علشان اطلع مكان زي دوت انا طالعة من هنا، كان بعيد طبعا قوي، بس طبعا حبيت ان انا اخد المغامرة دي. مش كل يوم هنسافر، ومش كل يوم هنيجي الفيوم، ومش كل يوم هتعب، يعني هتعب التعب ده. فيعني حبيت ان انا اخد المغامرة، يعني بكل هسافرها هحاول اطلع الجبل التاني دوت، وشكله مرهق جدا وتعب، بس هحاول اخدكم معايا كده وهقول بسم الله. يعني طبعا ده مكان جديد وارض جديدة، فلازم نذكر اسم ربنا فيه ونصلي على رسول الله ونتمنى امنية خير. انا بتمنى في سري حاجات كتيرة قوي للناس كلها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم نجح اولادنا وهديهم، اللهم اجعل مصر بلد امنة مستقرة، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ارفع يا رب الأذى عننا جميعا، واشف مرضانا وارحم موتانا، وبارك الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هحاول اختار مكان اطلع منه يكون سهل شوية مش صعب، لان بجد الموضوع غير ان هو مرهق، مش عارفة هينفع ولا لأ. انا بشوف بيقولوا مكان يكون اسهل شويه. واحده وقعت طبعا، وده اللي احنا بنقوله. المكان فعلا حته الجبل، الارض طبعا تراب ومش امنه خالص ان احنا نطلع عليها، يعني مفيش اي وسيله انك تطلع، بالعكس كده يعني تطلع كده ايه مع نفسك. فطبعا الرجلين لا بتجري قوي او يعني مجموعة بناتيت من رحلات مختلفة. نروح نبص كده، ماليش دعوة بالناس اللي بتشتم دي. طبعا الناس كلها راحة كده. لا لا على ظهره كده، يعني واحدة تنزل المكان طبعا هنا يعني واحدة تطلع منه. وانا هحاول، وخايفة ده بجد خايفة انا علشان المكان زي ما بقول مش مهيأ خالص. هحاول يعني وانا معايا حد بس فوق. بصي اللي واقفين دول خليني يساعدوني. لا هم خلاص نزلين بعدين، تعال خدني. ايوه اعتبرني ماما. خلاص
شاء الله نورت. سلمك كله بينزل من هنا. شو هناك في الكافيتيريا؟ كله نازل على شكلي مش هطلع. فرصة يا ماما فرصة 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 ايه ما هو كراش قلت والله قلت لا لا كراش مش وقت فرصة غير الاستاذ زواج يلا عشان تخس يلا عشان يخس ما حرمناكش من حاجة قطع الجبل وطلعناكم مية ومشيناه انا ايه وضعي في الاستراتيجي في الليله دي ايه حوار يعني ايه حوار طب يعني هتاخدني وتطلعني مثلا يعني بص المنظر من فوق مش قادر اقول انا نازل بالعافيه انت تطلع نازلك ازاي هو السؤال في كده السؤال في كده هنطلع تمام ثانية هنزلك ازاي يعني هو انت هتشيني ولا ايه يعني هو انت هتشيني لا ده ضروري هتشيني امال يعني لو ايه بابا يعني لازم نفهم بس اللي كده يعني نازي كلها طلعت ازاي زي ده اصعب حاجة انا عمال اتشرب من الزيت المشكلة هطلع ده ازاي؟ لازم انت تبقى فوق علشان تاخد ايدي طب ما تستني بقى